لنتحدث اليوم عن الأسماك. وجهتنا مسمكة الجزائر العاصمة، هنا تتبين الأنواع وتختلف الأسعار مع الإجماع على ارتفاعها من طرف التجار قبل المستهلك. كما الحوت سرتو اليوم أو طالع بزاف، كما الميرلون روجي والأخر رام لحقوا حتى 240,000 220,000 أونغروا أونغرو 220,000 تاع الجزائر، نهضروا تاع الجزائر. وكاين تاع تونس شو رخيص عليه، كما نقولوا تاع تونس راهو 150,000 الميرلون روجي. مي الحوت ماشي كيف حاجة البنا بين الحوت تاع الجزائر وتونس، تاعنا خير فاهم. ومام دون السردين راهي 80,000 حتى 100,000. الحوت راهو كل يوم طالع، باش نقول لك راهو هابط، راهو كل يوم طالع. الحوت راهو ناقص بزاف، هذه وحده كيما قال لكم الحوت ناقص. وزيد اللوفر تاع الحوت، الناس بزاف تطلب الحوت، تجي تشري الحوت سورتو في رمضان وهو ناقص، ما كاش داخل لابيشري عند لي مونداتير ناقص. بالنسبه لي انا شهينا شويه سردين في رمضان، عم بالي ينقص شهر الرحمه، صبناه 90 80 بزاف، غالي غالي بزاف. لا دورات نقدر نقول لك لا دورة كاين اللي يبيعها 160 150 بكل صراحه، هنا 140 يعني إنسان يهدر الحقيقة. 140,000 الإنسان اللي عنده بزاف الدراري ويحب يديها ولا ما يقدرش، غالية يعني. وش نقول لك أنا، هذه الكلمة اللي نقولها لكم بزاف يعني شهر الرحمة. تراجع الثروة السمكية أمر متفق عليه، إلا أن هذا ليس العامل الوحيد لارتفاع مؤشر الأسعار لمستويات غير مسبوقة. فالسردين الذي كان يسمى سمك الفقراء فاق 1,000 دينار جزائري، أما باقي الأنواع فحدث ولا حرج، ووسط سيطرة الوسطاء وغياب الرقابة. كليرو فوندور هما اللي غلاوه، أوليو اللي يجي كيما نقولوا اليد وحدة يمشي على 3 يدين 4 يدين باش يلحق لك هذاك البريز اللي يطلع، راك معايا. وسبب الحوت والسردين هذا سي لي زونشير، كي يروحوا لي بور هذا يحب يدي على هذا، هذا يزيد على هذا، تطلع السومة، فهمتني؟ هاو سبب الغلاء تاع الحوت. طاقرة من طاقرة شغل نارشي راهي تماك. هادو لي ريفوندور هما اللي غلاو كم السردين، سوا بلي كاميون يروحوا للغرب ولا للشرق، وسوا يبيعوا هنا الجي سونتر. تعددت الاسباب والسعر واحد، فالسمك الذي كان يزين موائد البسطاء في رمضان وغير رمضان يمكن ان تراه اليوم بالعين، لكن ان تشتريه فعليك ان تحسب له 1,000 حساب.